بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الطلاب، كيف حالكم جميعا؟ أسأل الله أن يحفظنا ويعطينا صحة والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله، اليوم نلتقي مرة ثانية بمحاضرة مهارات القرآن للسنة الثانية. هل أنتم جميعا مستعدون بكتابكم؟ وأرجو منكم أن تستعدوا استعدادا كاملا لحلقتنا اليوم، ومعكم كتاب مهارات القرآن والمصحف الشريف. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين في طلب العلم، أمين يا رب العالمين. أيها الطلاب، قبل أن نبدأ درسنا اليوم، هيا ننظر إلى هذه الآية الكريمة ونقرأها معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. صدق الله العظيم. الآية الأولى من سورة التوبة. طيب، من الآية الكريمة السابقة أريد منكم أن تستخرجوا كل كلمة فيها حرف اللام. الله ورسوله، الذين، المشركين. أحسنتم. هل هنا تجد الفرق بين هذه اللامات؟ صحيح، هناك تجد الفرق يبنهن. منها اللام المتحركة، ومنها اللام الساكنة. السؤال: ما علاقة بين هذا الفرق بموضوع درسنا اليوم؟ إن شاء الله سنتحدث في محاضرتنا اليوم عن أحكام اللامات الساكنة، ولا نتكلم عن اللام المتحركة. إن شاء الله موضوعنا اليوم هو أحكام اللامات الساكنة. افتحوا كتاب مهارات القرآن للسنة الثانية، بداية من صفحة 28. قبل أن نبدأ درسنا، هيا ننظر إلى أهداف الدرس. أولاً، ذكر أقسام اللامات الساكنة. ثانياً، ذكر تعريف وحكم للام الاسم مع ذكر أمثلتها. ثالثاً، بيان تعريف لام التعريف مع
ذكر قسميها والحكم لكل. ومن أهم الأهداف في دراسة علم التجويد هو الملازمة على تلاوة القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد. أيها الطلاب، قبل أن نتحدث عن موضوعنا اليوم، هيا ننظر إلى أقسام اللامات الساكنة. تنقسم اللامات الساكنة إلى 5 أقسام، وهي: أولاً لام الاسم، ثانياً لام التعريف، ثالثاً لام الفعل، رابعاً لام الأمر، وخامساً لام الحرف. قبل أن نبدأ درسنا اليوم، أريد أن أوصاكم مرة أخرى لتخليص نيتكم في طلب العلم، لا سيما أن علم التجويد من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بأفضل الكتاب وهو كلام الله. لعل الله أن يجعلنا من أهل القرآن ويرزقنا بفضائله وشفاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، رواه مسلم. أيها الطلاب، الآن سنبدأ درسنا بالذكر تعريف لام الاسم. ما هو لام الاسم؟ التعريف: لام الاسم هي اللام الواقعة في كلمة اسمية، وتكون هذه اللام من بنية الكلمة، أي من أصل الكلمة. هيا نحفظ هذا التعريف، اقرأوا معي. تعريف لام الاسم: التعريف لام الاسم هي اللام الواقعة في كلمة اسمية، وتكون هذه اللام من بنية الكلمة. مرة أخرى، تعريف لام الاسم: التعريف لام الاسم هي اللام الواقعة في كلمة اسمية، وتكون هذه اللام من بنية الكلمة. أحسنتم، هذا التعريف بسيط جدا، أليس كذلك؟ الآن كرروا هذا التعريف تكرارا حتى تحفظوه. لا بد أن تحفظوا التعريف حرفا بحرف كما ورد في الكتاب الذي بين أيديكم. الحمد لله، أنا متأكد أنكم تستطيعون أن تحفظوا هذا التعريف جيدا. الآن أريد منكم أن ترتبوا هذه الكلمات حتى تكون التعريف الصحيح. لام الاسم في كلمة اسمية من بنية الكلمة، وتكون هذه اللام هي اللام الواقعة، لام الاسم. الجواب: تعريفها لام الاسم هي اللام الواقعة في كلمة اسمية،
وتكون هذه اللام من بنية الكلمة. أنا متأكد من أنكم قد حفظتم هذا التعريف حفظاً جيداً. طيب، الآن ننتقل إلى حكم لام الاسم. ما حكم لام الاسم؟ حكم لام الاسم هو وجوب إظهار لام مطلقاً. المثال في سورة الأنعام بغير علم، في سورة التوبة وكلمة الله هي العليا، في سورة الأعراف ما نزل الله بها من سلطان. السؤال: طيب، الآن املأ الفراغات بالكلمة المناسبة عن تعريف وحكم لام الاسم. لام الاسم هي في كلمة، وتكون هذه اللام وحكمه وجوب. هل وجدتم الإجابة؟ ممتاز! الجواب: لام الاسم هي اللام الواقعة في كلمة اسمية، وتكون هذه اللام من بنية الكلمة، وحكمه وجوب إظهار اللام مطلقا. أيها الطلاب، قد انتهينا عن لام الاسم. هيا نتحدث عن لام التعريف. لام التعريف تنقسم باعتبار حالتها بالنسبة لما يقع بعدها من الحروف الهجائية إلى قسمين. الأول اللام القمرية، والثاني اللام الشمسية. نأخذ القسم الأول وهي اللام القمرية، وسنتكلم عن اللام الشمسية بعدها إن شاء الله. ما هي اللام القمرية؟ اللام القمرية هي إبانة وإظهار صوت لام التعريف عندما يأتي بعدها أحد الحروف القمرية، وحروفها 14: همزة، باء، غين، حاء، جيم، كاف، واو، خاء، فاء، عين، قاف، ياء، ميم، والهاء. ما معنى إبانة؟ معناه الإظهار. صوته هكذا: ال ال ال. هل تسمعون عن صوت اللام؟ هي القمرية. أحسنتم! فحكم لام القمرية وجوب إظهار اللام. مثال اللام القمرية في سورة المائدة: الأنهار، وفي سورة المائدة أيضا: والبغضاء، وفي سورة الأنعام: الغيب. الآن سنتكلم عن حروفها. كما سمعتم آنفا، إن حروف اللام القمرية 14. هيا نحفظ هذا البيت، فهي سهلة
للحزن. أبغي حجك وخف عقيمه. كرر معنا هذا البيت. أبغي حجك وخف عقيمه. في البيت السابق يوجد أحرف اللام القمرية 14، وهي همزة، باء، غين، حاء، جيم، كاف، واو، خاء، فاء، عين، قاف، ياء، ميم، والهاء. هيا نحفظ هذا التعريف. اقرأوا معي. لام التعريف تنقسم باعتبار حالتها بالنسبة لما يقع بعدها من الحروف الهجائية إلى قسمين. الأول اللام القمرية، والثاني اللام الشمسية. اللام القمرية هي إبانة وإظهار صوت لام التعريف عندما يأتي بعدها أحد الحروف القمرية، وحروفها 14. أبغي حجك وخف عقيمه. مثال اللام القمرية في سورة المائدة الأنهار، وفي سورة المائدة أيضا والبغضاء، وفي سورة الأنعام الغيب. طيب، الآن املأ الفراغات بالكلمة المناسبة عن تعريف اللام القمرية. هي إبانة عندما يأتي بعدها أحد وحروفها. هل وجدتم الإجابة؟ ممتاز. الجواب هي إبانة وإظهار صوت لام التعريف عندما يأتي بعدها أحد الحروف القمرية وحروفها 14. لماذا تسمى هذه اللام بالقمرية؟ سميت اللام لاماً قمرياً لوجود وظهور صوت لام التعريف عند النطق في اللفظ القمر. اسمعوا جيداً، القمر. نعم، تسمعون صوت اللام، وغلبت التسمية على بقية الحروف القمرية. كرروا مرة أخرى، لماذا تسمى هذه اللام بالقمرية؟ سميت اللام لاماً قمرياً لوجود وظهور صوت لام التعريف عند النطق في اللفظ القمر، وغلبت التسمية على بقية الحروف القمرية. طيب، ما سبب الإظهار؟ سبب الإظهار للتباعد، أي لبعد مخرج هذه الحروف 14 عن مخرج حرف اللام، والتباعد يمنع الإدغام. التباعد معناه بعيد ضده قريب. لزيادة المعرفة فعليكم أن تتعلموا عن مخارج الحروف.
وله باب خاص. هيا نجيب هذا السؤال: لماذا تسمى هذه اللام بالقمرية؟ هل وجدتم الجواب؟ أحسنتم! سميت اللام لاماً قمرياً لوجود وظهور صوت اللام التعريف عند النطق في اللفظ القمر، وغلبت التسمية على بقية الحروف القمرية. انتهينا من الكلام عن اللام القمرية، تعالوا نتكلم عن قسم الثاني وهي لام الشمسية. فاللام الشمسية هي إدغام لام التعريف عندما يأتي بعدها حرف من حروف الشمسية، فعدد حروفها أيضاً 14 مثل اللام القمرية، فحكمه وجوب إدغام اللام وهي ضد الإظهار كما في اللام القمرية. هيا نكرر مرة أخرى: اللام الشمسية هي إدغام لام التعريف عندما يأتي بعدها حرف من الحروف الشمسية، فعدد حروفها أيضاً 14، فحكمه وجوب إدغام اللام. فحروف اللام الشمسية هي طا، سا، صاد، راء، تا، ضاد، ذل، نون، دل، سين، ظاء، زي، شين، واللم. المجموعة في أوائل كلمة هذا البيت: طيب، ثم صل رحما تفوز، ضيف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. هذه هي حروف اللام الشمسية. هيا نحفظ معنى تعريف اللام الشمسية. اللام الشمسية هي إدغام لام التعريف عندما يأتي بعدها حرف من الحروف الشمسية، فعدد حروفها أيضاً 14. السؤال: الآن املاء الفراغات بالكلمة المناسبة عن تعريف لام الشمسية. لام الشمسية هي عندما يأتي بعدها، فعدد حروفها أيضاً. أنا متأكد أنكم قد أجبتم السؤال بسهولة. الجواب: اللام الشمسية هي إدغام لام التعريف عندما يأتي بعدها حرف من الحروف الشمسية، فعدد حروفها أيضاً 14. لماذا تسمى هذه اللام بالشمسية؟ سميت لام لاماً شمسية لعدم ظهور صوت اللام عند النطق بها في اللفظ الشمس، وغلبت التسمية على باقي الحروف. اسمعوا جيداً: الشمس، نعم، لا يوجد صوت اللام، بل اللام قد أدغمت إلى حرف الشين، أليس كذلك؟ ما سبب الإدغام؟ قد علمنا بأن اللام القمرية حكمه الإظهار، واللام الشمسية عكسه في الحكم وهو الإدغام.
والسبب في ذلك هو التقارب بين اللام والحروف الشمسية. الحمد لله، قد درسنا هذا الموضوع كاملا، والآن وصلنا إلى نهاية الدرس عن الموضوع أحكام اللامات الساكنة. أيها الطلاب، قبل نهاية هذه الحلقة أرجو منكم أن تطبقوا كل ما قد درستم اليوم بمراعاة أحكام التجويد أثناء تلاوة القرآن، وبالتالي لتثبتوا أفهامكم عما درستم. فعليكم أن تراجعوا هذا الموضوع وتحفظوه حتى تفهموه فهما جيدا، لعل الله أن يجعلنا من أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أمين يا رب العالمين. فهذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.